بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرة تانية، ومعلش على اللخبطة اللي حاصلة ديت، شوية كونكشن ايرورز وكده، وهي دي مشاكل التكنولوجيا بقى، معلش. ان شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين لأول مناسبة رمضان، ومعاكم دكتور فيصل زايد. ان شاء الله انا هتكلم معاكم النهاردة على الكومن شولدر انجلز، وان شاء الله هي المحاضرة النهاردة في الأساس يعني هي موجهة لإخواتي وزملائي من المتخصصين في مجال الطب الرياضي والتأهيل والعلاج الطبيعي، وطبعا جراحين العظام، ولكن يعني في المقام الأول كل من هو مهتم بإصابات الملاعب والطب الرياضي. فإحنا هنحاول يعني الكلام يبقى بشكل إلى حد كبير مبسط، ومش هندخل قوي في التفاصيل الجراحية المعقدة، علشان يبقى الكلام ان شاء الله مفيد للجميع. طبعا الشولدر انجريز ده موضوع كبير جدا، وكل حاجه من اللي احنا هنتكلم عنها يعني محتاجه محاضرات ومؤتمرات وكتب لوحد. طبعا احنا النهارده هنتكلم على اولا الانسيدنس اوف شولدر انجريز، وهنتكلم كده ان بريف على الاناتومي بتاع الشولدر، والهيستوري والفيزيكال اكزامينيشنز بتاع الحاجات المختلفه، وهنبدا ندي بعض الامثله لبعض الحالات الكومن اللي هي بنشوفها في حالات الشولدر انجلز. الاول احنا عندنا الشولدر انجلز حاجات كتيره جدا، يعني عندنا الشولدر ديسلوكيشن والاكروميوكلافيكولار جوينت انجلز، ودي يمكن بنشوفها كتير في الكونتاكت سبورتس زي الرجبي والريسلينج اللي هي المصارعة. كمان بنشوف بقى الديسوردرز بتاعت الروتيتور كاف والسلاب اللي هي البايسبس انجريز والليبرال تيرز والثرورز انجريز، ودي بنشوفها في السبورتس اللي هي انفولفينج اكسبلوزيف هيفي ويت ليفتنج زي الويت ليفترز والتنس بلايرز والحاجات اللي زي كده، والباسكت بول والبولي بول والالعاب الشبيهه بكده. طبعا الفراكشرز دي في اي كونتاكت سبورتس ممكن نشوفها، وطبعا في بقى الفروزن شولدر والارثرايتس والكلام ده يعني مش هنتكلم عليه قوي النهارده. مشكله الشولدر في ايه بقى؟ يعني ان هو شويه يعني صعب تو ادكوتلي assess the severity، لان ممكن جدا نتلخبط شويه في الاكزامينيشن بتاع العيان، ان هو ممكن يكون عنده سامبل muscle strain، لانها ممكن في الاخر تبقى very similar to more serious injuries. يعني ممكن يبقى العيان عنده اصابه كبيره واحنا مش قادرين نفرقها قوي من وبنقول له انت عندك مزق في العضله وخلاص. فده مهم جدا ان انا الحالات بتاعت اصابات الكتف او اصابات الشولدر ان انا من البدايه لازم يشوفها حد متخصص في الشولدر ثيرابي او شولدر سيرجن، علشان الابروبريت مانجمنت والتريتمنت لما بيكون مع بعد الايرلي دايجنوز بيبقى افضل بكتير جدا. طبعا الشولدر انجريز تقريبا هي السكند موست كومن ماسكولوسكليتال كومبلين امونج اثليتس، يعني يمكن النيه تاتي في المقام الاول ويجي بعدها على طول اصابات الشولدر. ومشكله الشولدر شويه ان هو الاكزامينيشن بتاعه احيانا بيبقى شويه صعب، لان الشولدر ده يعني حاجه يونيك، مفصل مختلف شويه عن باقي مفاصل الجسم، مالتي دايركشنال رينج اوف موشن، وده بيعرضه اكتر للاصابات. ولما لا قدر الله بيحصل اصابه في مفصل الكتف بتاثر مش بس على المستوى الاداء الرياضي، لا ده كمان ممكن تاثر على الديلي اكتيفيتيز. يعني مجرد بس ان الانسان عايز يلبس او يقلع هدومه او يعمل يسرح شعره، او يعني حتى الحاجات دي بتتاثر، ما بالنا بقى كمان بالايه السبورتس براكتس. هناخد فكره بسيطه كده على الجروس والفانكشنال اناتومي اوف ذا شولدر جوينت. طبعا الشولدر زي ما كنا عارفين هو مش سامبل جوينت، ده اسمه شولدر كومبلكس،
ليه شولدر كومبلكس؟ لان هو بيتكون من مجموعه من المفاصل الحقيقي. يعني احنا عندنا طبعا الاساسي هو الجلين وهيومرال جوينت، وعندنا بعد كده الاكروميو كلافيكولار جوينت والاسترنو كلافيكولار جوينت والسكابلو ثراسيك ارتكوليشن اللي هو ما بين السكابلا والثراسيك كيج او السكابلو ثراسيك ارتكوليشن. طبعا بالنسبه للاستيولوجي احنا عندنا الهيومرال هيد اللي هي دي بتارتكوليت مع الجلينويد وتكون الجلينو هيومرال جوينت، وده الجزء بتاع الابر هيومرس هيد والجريتر والليسر تبروستي وما بينهم البايسيبيتال جروف، وده الجلينويد وده الكوراكويد بروسيس وده الاكروميون بروسيس. عندنا الـ كمان مع الـ في الاناتومي بتاع الشولدر عندنا حاجه اسمها ستاتيك ستابلايزرز، الحاجات اللي هي مثبته المفصل في مكانه. طبعا في الاساس عندنا الشولدر كبسول والليجامنتس. الليجامنتس ديت هي عباره عن حتت كده، حته ثيكند من الكبسول، والاساسي فيهم عندنا السوبيريور والميدل والانفيريور جلينو هيومرال ليجامنت، واهمهم طبعا الانفيريور جلينو هيومرال ليجامنت اللي هو ما بين الجلينويد وبين الهيومرس. وطبعا عندنا بقى في هنا ليجامنتس اللي هي السسبنسور ليجامنتس اللي ماسكه الابر لمب مع الاكزيال سكيلتون عن طريق الكراكو كلافيكولار ليجامنت ما بين الكراكويد والكلافيكل اللي هم الكونويد والترابيزويد ليجامنت، وعندنا كمان هنا بقى الاي سي جوينت. عندنا حاجه مهمه كمان في الشولدر اسمها الجلينويد ليبروم. الجلينويد ليبروم ده واحد من الاستاتيك ستابلايزرز بتاعه الشولدر، وده بيشارك بحوالي تقريبا 20% من الاستابيليتي بتاعه الشولدر، وهو عباره عن فايبرو كارتليجنس رينج، وبيعمل ديبننج للجلينويد، بيزود الدبث بتاع الجلينويد حوالي 50% تقريبا، وهو بيبقى انتيريور وسوبيريور مور افيشنت ذان بوستيريور ليبرم. وظيفته ان هو بيزود السيرفيس كونتاكت اريا بتاعه الجلينويد، وله باترس افكت، وكمان بيدينا اتاتشمنت سايتس فور ذا جلينو هيومرال ليجامنتس اللي احنا لسه قايلين عليهم من شويه. مع حضراتكم هنتكلم بعد كده بقى على الماسكولر اناتومي. طبعا دول بقى اللي احنا بنسميهم الديناميك شولدر ستابلايزرز. لو احنا زي ما احنا شايفين كده وبصين على الصوره، ده الانتيريور اسبكت بتاع الشولدر وده البوستيريور. الانتيريور اسبكت عندنا هنا في سوبرفيشال لير اللي هي عباره عن البيكتوراليز ميجور، العضله الاماميه ديت اللي كلنا عارفينها، وتحتيها في الايه البيكتوراليز ماينور، ودي عضله مهمه جدا، وعلى الرغم من ان هي عضله صغيره الا ان هي بتاثر كتير جدا على الشولدر فانكشن لان هي ماسكه في الكوراكويد بروسيس. بالنسبه للبوستيرير اسبكت عندنا طبعا العضله الكبيره قوي اللي احنا شايفينها التريانجولار ان شيب دي اللي هي الترابيزيوس، ده الفيرست لاير. لما نشيل الترابيزيوس وندخل ديب شويه هنلاقي بقى الليفيتور سكابولي، وهنلاقي الرومبويدز رومبويد ماسل، وهننزل بقى مور ديب هنلاقي السوبراسبينيتس والانفراسبينيتس والتيريز ماينور. دول اللي هم احنا بنسميهم الروتيتور كاف ماسلز، اللي هم عندنا من البوستيريور اسبيك عندها السوبراسبينيتس فوق السباين اوف ذا سكابولا عشان هي سوبراسبينيتس، والانفراسبينيتس والتيريز ماينور، ومعاهم بقى من قدام العضله القويه جدا والمهمه جدا وهي السب سكابولاريز مصل، ودول الاربعه دول مع بعض كده بنسميهم الروتيتور كاف ماسلز. طبعا لما ناخد نظره سريعه كده على الماسلز اللي حوالين الشولدر، مثلا لما نتكلم على الدلتويد، كلنا عارفين الدلتويد دي بيسموها العضله الداليه، وهي ترانجولر ان شيب، وهي اسمها كمان the heart of the shoulder لان هي عضله في غايه الاهميه جدا. عندنا anterior fibers وmiddle fibers وposterior fibers. الanterior fibers بتعمل abduction وflexion وhorizontal abduction وinternal rotation. الmiddle fibers mainly بتعمل abduction، والposterior fibers بتعمل abduction extension horizontal abduction and external rotation. ننزل مور ديب شويه هنلاقي بقى السوبرا سباينيتس ماسل، ودي قلنا زي ما واخده من اورجن من الاسكابولا كده وراحه ماسكه في الابر بارت اوف ذا جريتر تيوبروزيتي،
ودي وظيفتها مينلي انها بتعمل ابدكشن للشولدر. تحتيها بشويه تحت السباين بقى دي الانفراسباينيتس، ودي بتنسرت برضو في الجليتر تبروسيتي تحت السوبراسباينيتس، ودي وظيفتها في الاساس ان هي بتعمل ابدكشن واكسترنال روتيشن. والاثنين مع بعض بقى ليهم اهميه كبيره جدا اللي هي ستابلايزيشن اوف ذا هيومرال هيد ان جلينويد فوس، بيثبتوا الهيد بتاع الهيومرس في الجلينويد فوس علشان الاذر ماسلز تقدر تشتغل. طبعا بعد كده عندنا تيريز ماينور، ودي ماسكه في لاترال بوردر اوف ذا سكابولا، وراحه برده ماسكه في اللور بارت اوف ذا جريتر تيبروزيتي، ودي مينلي برده بتعمل اكسترنال روتيشن وبتساعد في الاستابيلايزيشن بتاع الهيومرال هيد. وعندنا السبسكابولاريس دي بقى من قدام، ودي المين انترنال روتيتور، دي اللي بتلف الايد للداخل وبتعمل ادكشن powerful adductor للشولدر، وكمان بتعمل تساعد في الاكستنشن، وكجزء من الروتيتور كاف ماسلز هي بتعمل stabilization of the humeral head in glenoid fossa. عندنا كمان البيرسا او البيرسي اللي في الشولدر، عندنا في الاساس طبعا السب اكروميال، وبتكمل لبره كده السب ديلتويد بيرسا، وعندنا بيرسة تانية مهمة جدا اسمها سب سكابولر بيرسة. البيرسة دي عبارة عن حاجة احنا بنقول عليها كده بالعربي الوسائد الزلالية، يعني اي مكان فيه تندون وتحتيه عظمة بيبقى فيه حاجة اسمها بيرسة فيها سينوفيال فلويد علشان تعمل لوبريكيشن وتسهل حركة التندون ده. وده مكان شائع طبعا ان هو يحصل فيه انفلاميشن ويعمل بيرسايتس ويعمل بين بعد كده. As regarding بقى الفانكشنال اناتومي، احنا عارفين ان الجلينو هيومرال جوينت ده بول اند سوكت، وهو احنا يعني بنقول ان هو فيري شالو جوينت، يعني زي ما احنا شايفين في الصوره هو عامل زي الجولف بول اللي محطوطه على القمع الصغير ده، يعني الهيد بتاع الهيومرس كبيره قوي والجلينويد صغير قوي، علشان كده هو انهيرنتلي انستابل، عشان كده هو بسهوله يحصل له خلع. وطبعا احنا قلنا ان الاستاتيك ستابلايزرز هم الليجامنتس والليبرم والكبسول، والديناميك ستابلايزرز هم في الاساس الروتيتور كاف ماسلز، ومعاهم بقى البيريسكابولر ماسلز زي التربيزيوس والليفيتور والسيريس انتيرير والرومبويدز. نيجي بعد كده للكلينيكال اكزامينيشن. الكلينيكال اكزامينيشن طبعا ده جزء في غايه الاهميه، وده بيبدا من اول ما الاصابه تحصل، يعني لو حضرتك بتتعامل مع فريق مثلا وانت موجود في الملعب او في مكان التدريب او ايا كان، بتبدا من اول ما بتشوف العيان تبدا تعمل له كلينيكال ايفالويشن، علشان زي ما احنا قلنا كده في البداية ممكن يبقى فيه يعني إصابة شكلها بسيط واحنا نعمل لها اندر استيميشن، فبالتالي تعمل مشكلة كبيرة. وهتيجي نماذج واحنا بنتكلم، هوري حضراتكم دلوقتي نماذج على ان يعني حاجات شكلها بسيط ولكن هي تحتها في مشكلة كبيرة. طبعا احنا بنختصر الكلينيكال اكزامينيشن في كلمة هوبس اللي هو history و observation و palpation و special examination أو special test. الهيستوري ده أهم حاجة، يعني أنت تسأل لو أنت ما شفتش بعينك بقى، يعني أنت جاي لك حد مصاب هوت ك يعني حد أخصائي تأهيل أو أخصائي علاج طبيعي أو دكتور أو أيا كان، إيه اللي حصل؟ What happened؟ والإصابة حصلت من إمتى؟ When did injury occur؟ Did you hear a sound؟ بتسأل اللاعب ده أو المصاب لو هو سمع أي صوت غير طبيعي في كتفه، وتسأله فين مكان الألم؟ هل هو على الأنتيريور أسبكت مثلا بتاع الشولدر، ولا هو على البوستيريور، ولا هو في التوب أوف ذا شولدر، ولا مكانه فين بالظبط؟ والبين اللي عنده واكوردنج للبين سكيل اللي حضراتكم اللي احنا عارفينه ده، يعني البين هل هو ألم بسيط ومحتمل، ولا ألم شديد شوية، ولا ألم غير محتمل. وطبعا مهم جدا ان احنا بنفحص النيورولوجيكال اكزامينيشن، يعني لو انا جاي العين واقع على كتفه مهم جدا ان انا امسك ايده كده واحس الديستال بلس، عشان عندنا مثلا حاجه زي
كسره القوه الفراكشر كلافيكل، ممكن يبقى تحتيها السبكليفيان ارتري، تحتها الحاجات دي ممكن تبقى يحصل فيها مشكله. فمهم جدا ان انا اشوف الديستال بلسيشن واشوف كمان السنسيشن. ومن الحاجات المهم ان انا برضو اسال عنها ايه البراير هيستوري. يعني ايه البراير هيستوري؟ ممكن يكون اللاعب ده هو اصلا عنده مشكله قبل كده، يعني هو كان كتفه مثلا اتخلع مره، فده ابقى برضو فاهم الامور ماشيه ازاي. طبعا برضو من الحاجات اللي بسال عنها، هل ده هي الاصابه دي حصلت مره واحده سنجل ايفنت، ولا هو ريبيتيتيف اوفرلود، يعني هو بيعمل اكتيفيتيز كتيره ومتكرره وبالتالي بدات تعمل اوفرلود. وفي حالات الانستابيليتي لو هو بيحس ان كتفه بيخرج من مكانه، وكمان من الحاجات اللي بسال عنها ان لو كتفه بيقفش كاتشنج او بيحصل له لوكينج. نتنقل للنقطه اللي بعد كده اللي هي الاوبزرفيشن، اللي هو حضرتك شايف ايه، وات دو يو سي، انت شايف ايه بالظبط. ولازم تكمبير الناحيه اللي فيها الاصابه بالناحيه الثانيه، يعني مفصل الكتف من المفاصل اللي احنا عندنا الحمد لله عندنا مفصلين كتف، فانا سهل جدا ان انا اشوف الناحيه المصابه واشوف الناحيه الثانيه، ولو في اي اختلاف ما بين الاثنين اقدر اميزه بسهوله حتى لو انا حد مش متخصص قوي. كمان لو في اي ديفورميتي، في حاجه شكلها غريب زي مثلا الصوره اللي احنا شايفينها دي، عندنا مثلا السكابولار وينجنج هنا، السكابولا بروميننت شويه على الميديال سايد على الناحيه اليمين، لو في طبعا بليدنج، لو في بروزيس او اكيموزيس، او لو في سويلنج. وفي نقطتين مهمين جدا في الاوبزرفيشن، دايما تبص على الكتف من قدام ومن ورا، فرونت اند باك، وكمان ما تنساش تو كومبير الناحيه اللي فيها الانجري بالناحيه اللي هي السليمه. نتنقل بعد كده للبالبيشن. والبالبيشن بقى خلاص احنا هنبدا نحط ايدنا على اللاعب او على المصاب او على المريض، ماست بي جنتل، يعني ما تبقاش عنيف في البالبيشن، وخصوصا في حالات التروما. يعني ما ينفعش عيان يبقى عنده ديسلوكيشن او عنده فراكشر كلافيكل وانا اقعد ادوس عليه بايدي عشان اشوف هو هيحس بالم ولا لا. اذا كانت الديسفيجرمنت او يعني شكل الكسر او الخلع واضح، ما فيش داعي ابدا ان انا اقعد اذي المصاب واقعد اعمل يعني اضغط جامد على المكان اللي فيه الاصابه، لان ده ممكن يأذيه وممكن يدخله في نيوروجينيك شوك كمان. ومن الحاجات اللي بتعمل ري اشورنس حتى للعيان ان انا ابدا افحص الناحيه السليمه الاول، يعني قبل ما ارفع دراعه اللي هو فيه كتفه اللي فيه المشكله ده، طب ما انا يعني اجرب الاول في الناحيه اللي هي السليمه، ده هيبقى افضل كتير. وطبعا مهم جدا ان انا وانا بعمل البالبيشن ان انا ابدا ابص على الفيشيال اكسبريشن بتاع العيان، يعني مش ببقى بدوس على المكان اللي فيه الاصابه وانا باصص في ظهر العيان او من ناحيه ثانيه، لازم ابقى شايف وشه كويس. ومهم جدا كمان ان انا يعني افحص لو انا عندي الاصابه مثلا في الكتف، لازم ان انا افحص الرقبه وافحص القلبه، يعني الجوينت اباف وجوينت بلو انجري. طبعا السبيشال تيست ده على حسب بقى الايه انا هعمل ايه او الاصابه ايه. يعني طبعا في حاجات اساسيه زي الرينج اوف موشن، سواء الاكتيف او الباسيف. الاكتيف ده اللي هو الاثليت موفز بودي بارت ثرو رينج، يعني هو بيرفع ايده وبيحركها لوحده. الباسيف اللي هو اللي انا ببدا ارفع له ايده واحركها له، وده الرينج اوف موشن. وكمان بشوف السترينث او قوه العضله بتاعته ثرو ذا رينج اوف موشن. وفي طبعا سبيشال تيست للاستابيليتي، وكل بقى انجري او ليجن ليه سبيسيفيك تيست، زي مثلا سلاب ليجن وزي الانترنال امبنجمنت، الحاجات دي هتيجي ان شاء الله واحنا بنتكلم مع بعض. بالنسبه للرينج اوف موشن احنا كلنا عارفين، يعني الشولدر ده قلنا بيتحرك في كل الاتجاهات، عندنا الابدكشن تقريبا من 0 ل 180، الفورورد ديفليكشن برضو من 0 ل 180، الشولدر اكستنشن من 0 ل 40، واحيانا ممكن بعض الناس تقدر ترجع ايدها لورا كده لغايه 60 درجه. وعندنا الاكسترنال روتيشن، الاكسترنال روتيشن ده بيتعمل في وضعين، في وضع الالبو جنب الويست كده، وده اللي هو ان ادكشن، يعني الاكسترنال روتيشن ان ادكشن، وده من 80 ل 90 درجه.
وكمان الروتيشن ان ابدكشن يعني الالبو في مستوى الشولدر، وبعمل اكسترنال روتيشن وده حوالي 90 درجه، والانترنال روتيشن في الوضع ده حوالي 70 درجه زي برضو ما احنا شايفين هنا. ده الاكسترنال روتيشن. هنا بقى ده الانترنال روتيشن اللي هو هاند تو باك، يعني ان هو يقدر يجيب ايده ورا ظهره. النورمال طبعا ان هو بيقدر يوصل لثراسك 5 اللي هي موجوده في المكان ده في الانتر سكابولر اريا. ممكن بقى لو هو ما قدرش يوصل بقدر احسب سواء بقى عند مثلا تي 7 لامبر سباين، وصل للساكرو الياك جوينت، وصل للالياك كريست، او للجريتر تروكانتر بتاع الفيمر. كل دي جريدز من الانترنال روتيشن ديفست. زي ما قلنا ان السبيشال تيست على حسب انا هفحص ايه بالظبط. يعني انا لو عندي عيان عنده انستابيليتي غير عيان عنده البنجمنت غير عيان عنده روتيتور كاف غير عيان عنده عنده بايسبس ديس اوردر، وده طبعا ده الابريهنشن هنجيله بعد شويه. بالنسبه للراديوجرافيك شولدر ايفالويشن طبعا جزء مهم جدا. يبقى احنا في البدايه بقى احنا حضرتك دلوقتي الجزء اللي فات ده كله انا بقدر اعمله في مكان الاصابه، سواء انا زي ما بقول لحضراتكم انا طبيب فريق، او ان انا اخصائي علاج طبيعي، او ان انا اخصائي تاهيل او مدرب او ايا كان. ممكن اعمل كلنا نقدر نعمل الكلام اللي احنا قلناه ده، ونقدر نعمل ايفالويشن للعيان او المصاب، بحيث ان انا اقدر يعني اسسبكت ان والله لا في احتمال كبير ان يكون فيه مشكله في الشولدر نتيجه للاصابه اللي هو تعرض ليها بسبب الوقعه بتاعته بعد ما خدت هيستوري وبصيت على كتفه وفحصته كويس وشفت اي ديفورميتي اي سويلنج اي ليميتيشن للموفمنت. ده يعني كلنا نقدر نعمل ده، وده الجزء الاساسي حقيقي اللي انا عايز حضراتكم يعني نبقى استفدناه من المحاضره بتاعتنا النهارده. بعد كده بقى خلاص يعني انا شكيت وفي بقى مشكله لا قدر الله في الكتف بتاع العيان بتاع المصاب ده او اللاعب ده، هنبدا نبعته بقى لايه لمكان متخصص او حد متخصص شويه، وهيبدا يطلب اشعه. طب الاشعات اللي احنا بنطلبها في الشولدر طبعا البلين اكس راي، الاشعه العاديه دي مانداتوري، وطبعا في حاجات تانية ولكن الاهم هو الاكس راي، ويجي بعد كده الام ار اي الرنين والام ار ارثروجرافي علشان تو ايفالويت السوفت تيشو. يبقى البلين اكس راي علشان اشوف العض، والام ار اي علشان اشوف السوفت تيشو والليجمنت. طبعا علشان اقدر اقول والله ان الاكس راي دي نورمال او اقول مش نورمال، لازم ابقى عارف النورمال اكس راي. طبعا احنا في محاضره كامله نقدر نتكلم فيها على البلين اكس راي، ولكن باختصار شديد جدا انا عايز يعني اقول لحضراتكم لو ان احنا قدامنا ده الاكس راي النورمال اكس راي بتاعت العيان، نقدر نبقى عارفين بس ده دي مثلا دي الهيومرال هيد، وهنا ده الجزء بتاع الليسر تيبروستي، والجزء اللي بره ده الجزء بتاع الجريتر تيبروستي. ده الجلينويد خلاص، وده الكوراكويد بروسيس، ودي طبعا الاسكابولا المثلثه دي، ودي الحته دي بنسميها الاسكابولر نيك. دي الكلافيكل من اول هنا اهوت الاسترنو كلافيكولر جوينت، ودي الكلافيكل اس شيب ده ماشيه لغايه هنا، وده الاكروميو كلافيكولر جوينت، وده الاكروميون، ونمشي مع الاكروميون كده معاه كده، يبقى ده السباين of the scapula. ده النورمال اكس راي بتاعه الايه الشولدر. مهم جدا ان انا ابقى عارفها عشان لو شفت اشعه اقدر اميز اذا كان فيها باثولوجي ولا ما فيهاش باثولوجي. وطبعا زمايلنا بتوع الاورثوبيدكس سيرجري وكده عارفين ان بقى في حاجه اسمها روتين اي بي فيو ولاترال وترو اي بي فيو اوف ذا شولدر، وفي لاترال وفي اكزيلري وفي فالبا فيو وفي ويست بوينت فيو، في حاجات كتيره جدا في الاكس راي مش مكانها. يعني احنا كده خدنا فكره عامه عن الكومن انجريز والكلينيكال اكزامينيشن والراديوجرافيك ايفالويشن. هدي لحضراتكم بقى بعض الامثله لبعض الحالات
علشان نقدر نستوعب مع بعض كده يعني نماذج من الحالات اللي احنا كلنا ممكن نقابلها في حياتنا اليومية. طبعا هنتكلم على الايه الموست كومن انجلز. يعني مثلا عندنا نبدأ في الحالة الأولى، احنا عندنا ميل جول كيبر عنده 24 سنة، فال اونتو شولدر، وعلى الكتف بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، وحس بألم شديد جدا في الكتف. اتمنى بس ان يكون الفيديو واضح عند حضراتكم. يعني لو في حد من اللي متابعنا يبقى يعرفني ان الفيديو واصل وكويس وشغال، يبقى ايه يبقى كتر خيركم، عشان بس نبقى ايه بروسيد في هذا الكلام دكتور محمد او نساء لما. طيب يبقى ده طبعا عندنا بيبدا يحس بتنجلينج، وحس بقى بتنميل في دراعه، وحس ان دراعه سايب منه. طيب خلينا بقى ايه نشوف ده ممكن يكون ايه. طبعا هي اول حاجه واكتر حاجه يمكن بنشوفها ومهم جدا ان احنا نبقى كلنا عارفينها، هو الشولدر ديسلوكيشن او الانتيريور شولدر انستابيليتي. ايه الديسلوكيشن؟ الديسلوكيشن ده ان الهيومرال هيد اتخلعت من مكانها، سابت الجلينويد فوسه وخرجت من مكانها زي ما احنا شايفين في الصوره دي. يعني الهيومرال هيد خرجت من مكانها، يعني المفروض هنا هي خرجت وبقت كده. وطبعا في انواع كتير من الديسلوكيشن، اشهرهم واكثرهم هو الانتيريور ديسلوكيشن، ان الهيد تطلع قدام الجلونويد، وده طبعا بيبقى بعد تروما، وعلشان يحصل لازم يحصل تير في الكبسول والليجامنتس اللي ماسكه الجوينت. وطبعا زي ما قلنا ان الانتيريور ديسلوكيشن بيمثل اكتر من 95%، بينما البوستيريور ديسلوكيشن اقل من 5%، وفي حاجه نادره شويه اللي هي اسمها الانفيريور ديسلوكيشن او اللاكسيتيو اريكتا، وده اقل من 1%. وفي حاجه برضو ما ننساهاش اللي هو الهابيتوال نون تروماتيك ديسلوكيشن، ده في حالات المالتي دايركشنال انستابيليتي في بعض الناس اللي هم عندهم جنرالايزد ليجامنتس لاكستي، وده بيبقى بينلس. الميكانيزم اوف انجري يعني ده غالبا بيبقى اندايركت فول اون ابدكتد اند اكستندد شولدر زي ما احنا شايفين في الصوره دي، وزي ما شفنا في الفيديو من شويه. ممكن كمان ان البيشنت ياخد تروما على البوستيريور اسبكت بتاع الشولدر، دايركت تروما، فبرضه تخلع الشولدر. علشان الشولدر يتخلع زي ما قلت لحضراتكم ان الكبسول والليبرم دول لازم، والليجامنتس لازم يحصل لها تير، لازم تتقطع. ودايما الديسلوكيشن ما بيبقاش بس انتيريور، يعني الهيد تيجي قدام الجلنود هنا، لا بتبقى انتيريور وانفيريور، بتنزل في الحته بتاعت الاكزيلري باوتش، بتنزل في المكان ده. علشان كده بيبقى شكل العيان بالمنظر اللي احنا شايفينه، هو جاي طبعا في الم شديد وشايل ايده اللي هي مصابه بايده الثانيه، والشولدر شويه ابدكتد، يعني ايده بعيده عن جسمه شويه، وكمان الالبو فليكسد، وجاي في اكسترنال روتيشن، يعني الايد لفه لبره. اما اجي ابص هنا هلاقي الحته دي بقت فلات، لان الجزء بتاع الشولدر ده هو في الهيومرال هيد. لما تخرج وتيجي هنا هلاقي الحته دي فلات، وممكن الاقي ديفكت كمان تحت الاكروميوم، و في المقابل بقى بلاقي الهيومرال هيد بقت بلجنج هنا كده في الحته دي، بقت في بروز موجود في الانتيريور اسبكت بتاع الشولدر. يعني ده المنظر ده لما حضرتك تشوف، سواء بقى حضرتك كدكتور قاعد في الاستقبال داخل عليك عيان بهذا الشكل، ده بيتشخص من الفيرست لوك، او لو حضرتك في التدريب او في ملعب برضو تقدر تشخص بمنتهى السهولة لما تلاقي المنظر ده قدام ساعتك. ده هو الكلام اللي احنا بنقوله الكلينيكال بيكتشر، ان انا بلاقي الاكروميون هنا بروميننت وشارب كده وتحتيه فاضي، والاقي الهيومرال هيد بقت موجودة هنا، وبلاقي الايد في ابدكشن يعني بعيدة عن جسمه شوية، والالبو فليكسد وشايل ايده بالايد السليمة. طبعا لما بنيجي نعمل اكس راي، يعني دي ما حدش غالبا بيغلط فيها، يعني
بنعمل الاشعه نلاقي الجلينويد اهو والهيومرال هيد موجوده هنا هي، والهيومرال هيد خرجت من مكانها تماما، وده سهل جدا تشخيصه، وده اللي هو احنا بنسميه الاي بي فيو اللي هو الانتروبوسيول او الامامي خلفي. ومهم جدا بقى ان احنا بنعمل حاجه اسمها الاسكابولار واي فيو او اللاترال فيو، دي يعني مهمه وخصوصا في البوستيريور ديسلوكيشن عشان اشوف ايه ده الجلينويد وده الكوراكويد بروسيس وده الاكروميون وده ودي الاسكابولا. انا بص على الاسكابولا من الجنب، لما الاقي الهيومرال هيد اللي هي المفروض هنا اهو خرجت من مكانها وبقت قدام هنا كده، يبقى ده انتيريور ديسلوكيشن، ساعات الاقيها بقى بوستيريور يبقى ده البوستيريور ديسلوكيشن. طبعا الشولدر ديسلوكيشن ده ايمرجنسي ولازم ارجعه بسرعه في يعني وقت اقل من 24 ساعه، علشان ده ممكن يحصل افاسكولار نيكروزس وبيعمل مشكله كبيره جدا. ولو وطبعا بعد ما برجعه لازم بعمل موبلايزيشن للابر لمب بسلينج بقى او حاجه لمده 3 او 4 اسابيع. طب هنرجع الشولدر اللي اتخلع ده ازاي؟ طبعا في طرق كتيره جدا، في حاجات يمكن من ايام ابوقراط يعني هيبوكراتيك ميثود، وفي ستيمسون وفي كوخر. يمكن دي الهيبوكراتيك هي يمكن يعني طبع حاجه بقت اوبسوليت دلوقتي ما حدش بيعملها، انما احيانا قد نضطر لها. لو انت مثلا انت وحد في مكان ما فيش فيه غيرك، انت وهو ممكن مثلا حد في سفاري، حد في سيتويشن ما فيش حد، فيعني بنقدر بيبقى لاينج فلات كده على الارض، وبيحط الفوت بتحط الفوت في الاجزله بتاعه العيان، طبعا من غير لازم تكون الفوت بيرد من غير شوز، وجنتل تراكشن. هي الفكره كلها ان انا بحاول اعمل كاونتر تراكشن بالفوت علشان انا ما فيش معايا حد يقدر يعمل لي كاونتر تراكشن. طبعا مشكله الطريقه دي ان انا وانا بدوس في المكان ده بتاع الاجزله فيه كل الامبورتنت نيورو فاسكولار ستراكشرز اللي في الابر ليم، كل الشرايين والاورده والاعصاب كله في الحته دي، فلو يعني عملنا كده ممكن لا قدر الله نعمل انجري كبير، فده يعني دي للحالات قليله جدا. ساعات بنستخدم حاجه اسمها ستيمسون تكنيك. ستيمسون ده ان انا بخلي العيان ينام على وشه كده، وبجيب وزن كده حوالي 10 باوند واعلقهم في ايده بالمنظر ده، واسيب ايده هانجنج على طرف السرير بهذا الشكل، وراحه جايه بندول كده لغايه ما بيبدا يحصل ماسل ويكنس او ماسل فتيك، وبعد ما بيحصل ماسل فتيك يحصل ريلاكسيشن، فبالتالي يحصل سبونتينيوس ريدكشن للشولدر. بس ده طبعا ممكن ياخد وقت حوالي مثلا تلت ساعه نص ساعه على ما بيحصل يعني، بس ده برضو طريقه احيانا كتير بتكون مفيده. الطريقه بقى طبعا اللي هي الاكثر استخداما وشيوعا هو الكوخر ميثود، وده مهم برضو جدا ان كل الناس العاملين في المجال الرياضي واصوات الملاعب يبقوا عارفين الكلام ده. وان كنت برضو انا بنصح لو في حد جاله ديسلوكيشن ما يفضلش ان انا اعمل له ريدكشن قبل ما اعمل اشعه، لان ممكن جدا يكون الديسلوكيشن مش بيور ديسلوكيشن، ممكن يكون لا قدر الله معاه فراكشر او في حاجه تانية، وبالتالي تبقى مشكله. فالافضل ان احنا طبعا نعمل اكس راي وبعدين نبدا نعمل الريدكشن، والريدكشن ده المفروض ان هو بيتعمل اندر جي اي جنرال انثيزيا او سيديشن، يا اما بندي بنج يا اما بندي حاجه مهدئه للعيان، وساعات بندي مصل ريلاكسنت عشان نقدر نعمل كده. الفكره كلها ان انا برضو بعمل تراكشن زي ما احنا شايفين كده، وحاجه اسمها كاونتر تراكشن بشد في الناحيه الثانيه. طبعا ده مثبت الاسكابولا في الناحيه دي وشددها، وهنا بنشد الشولدر في اللاين اوف ديفورميتي اللي هو ابدكشن واكسترنال روتيشن، لغايه ما بعمل الاول ديس امباكشن يعني الهيد ترجع قصاد الجلينويد، وبعد ما بترجع قصاد الجلينويد ببدا اقوم عامل ادكشن اند انترنال روتيشن، واثبت الايد في الوضع ده. في طبعا طريقه برضو كمان احيانا بنعلمها للناس اللي هم بيحصل لهم ريكارنت ديسلوكيشن وما عملوش عمليه ولا حاجه، ان هو ممكن يكون في مكان لوحده احيانا كتفه يتخلع،
وما يبقاش عارف يعمل ايه، ما فيش جنبه حد يساعده، ما فيش مستشفى، فممكن اللي هو السيلف ريدكشن تكنيك بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، هو بيمسك ايده طبعا بتبقى بينفل طبعا، ولكن هو بيستخدم رجله ان هو يعمل بيها تراكشن للابر لمب، وبالتالي يعمل الريدكشن لنفسه. ايه مشكله الانتير ديسلوكيشن او الكومبليكيشنز؟ عندنا ايرلي كومبليكيشنز وليت كومبليكيشن. الايرلي طبعا اللي هو النيورو فاسكولار انجري، واهم حاجه هو الاكزيلري نيرف، علشان هو قريب، هنشوف في الصوره دلوقتي هو قد ايه قريب من الشولدر، وممكن يبقى معاه اسوشيتد فراكشرز. عندها الاكزيلري نيرف اهوت ماشي، طبعا لما الهيد دي تتخلع من مكانها ممكن تعمل كومبريشن على الاكزيلري نيرف، وممكن يحصل له انجري للاسف. طبعا لما بيحصل انجري بيفقد العيان السنسيشن في الاريا اللي احنا شايفينها دي، وكمان بيحصل اتروفي في الدلتويد مصل. من ضمن الكومبليكيشنز بقى اللي هي الليت كومبليكيشنز، وخصوصا لو انا سبت العيان او المصاب فتره طويله ما عملتلوش ريدكشن، بيحصل حاجه اسمها افاسكولار نيكروزس، ان البلاد ما يوصلش بشكل كويس للهيومرال هيد، وبالتالي يبدا يحصل فيها نيكروزس، او تبدا يحصل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. او في حاجه تانية كمان اسمها هيتيروتوبيك كالسيفيكيشن او مايوسايتس اوسيفيكانس، يبدا يتكون عظم مكان السوفت تيشو ويعمل لنا ستيفنس في الشولدر بالشكل ده. عندنا الموست كومن كومبليكيشن للديسلوكيشن هي الريكارنت ديسلوكيشن. والريكارنت ديسلوكيشن ده احنا عندنا منه نوعين اساسيين، اللي هم بنختصرهم كده بتيوبس وامبري. تيوبس ده بيرمز لتروماتيك يوني دايركشنال، وده غالبا بيبقى معاه بانكرت ليجن، وده غالبا علاجه سيرجيكال بانكرت ريبير، او وات ايفر التكنيك اللي احنا هنعمله، سواء بانكرت ريبير بس هنعمل كابسولر شيفت، هنعمل ترجيه، هنعمل وات ايفر ذا البروسيدور اللي هيتعمل. النوع الثاني اللي هو الامبري، حيث بقى ان الاي دي بترمز ليه اتروماتيك، يعني ما بيكونش فيه تروما ايفيدنت تروما، يعني ما فيش اصابه هيستوري اصابه واضح يعني، وده غالبا بيبقى مايكرو تروما، وده بيبقى غالبا مالتي دايركشنال، يعني في دراعه سايب في كل الاتجاهات، واحيانا كتيره بيكون بايلاترال، وده علاجهم في الغالب بيكون ريهابليتيشن، وبيكون لو لجأنا للجراحات في بعض الأحيان بتبقى الانفيرور كابسولار شيفت وروتيتور انترفل كلوجر. وإن شاء الله ممكن نبقى يعني نتكلم في محاضرة تانية عن المالتي دايركشنال انستابيليتي بالتفصيل. بالنسبة بقى تشخيص الحالات الانستابيليتي، اللي هو احنا قلنا ان هو الموست كومن كومبليكيشن بتاع الانتيريور شولدر ديسلوكيشن، بنعمل حاجه اسمها الابريهنشن تيست. الابريهنشن ده ان انا بخلي الشولدر ابدكتد 90 درجه، وبعمل اكسترنال روتيشن، وبشوف الفيشل اكسبريشن. مهم جدا ان انا ابقى عامل، يعني مش نعمل زي ما احنا عملنا في الصوره كده، معلش يعني هي هنا اهوت واحنا بنعمل ده. مهم جدا ان الايد دي تبقى عامله سبورت للهيد، علشان ممكن وانا بعمل كده لو العيان ده عنده انستابيليتي ممكن لا قدر الله الكتف يتخلع، ممكن اعمل نفس التست ده والعيان نايم بالشكل ده، وبرده العيان يحس بابريهنشن او بين على وشه، وبعد ما بيحس بالبين اقوم انا جايب ايدي الثانيه وعامل اضغط على الهيومرال هيد بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ترجع مكانها، فالبين اللي عند العيان يروح، يبقى ده اسمه ريلوكيشن تيست. ده اللي هو الريلوكيشن. طبعا في حاجات بقى بتاعت مينلي بتاعت المالتي دايركشن انستابيليتي زي اللود والشيف تيست، برضو يعني نخليها في كلام في التفصيل. انا بمسك الهيد وبحركها انتيرو بوستيرو، لو اتحركت اكتر من 50% ده ممكن يبقى في انستابيليتي. وفي حاجه كمان اسمها السالكس ساين، ان انا بشوف بشد الايد لتحت، ولو لقيت ديفكت هنا او حاجه اسمها سالكس، يبقى ده عنده مالتي دايركشنال انستابيليتي او عنده لاكستي في الشولدر. الجزء بقى المهم جدا واللي انا عايز حضراتكم برضو ناخد بالنا منه جدا في الشولدر ديسلوكيشن، اللي هو البوستيرور شولدر ديسلوكيشن. انا عايز اقول لحضراتكم يعني، ويمكن
كل الزملاء اللي سمعوني بتكلم قبل كده على البوستيرير شولدر ديسلوكيشن، انا عايز اقول لحضراتكم انا يعني بنشتغل من سنه اهوت يعني 98، ما فيش مره شفت بوستيرير شولدر ديسلوكيشن اكيوت. كل البوستيرير شولدر ديسلوكيشن اللي شفتهم جايين نيجلكتد، لان تشخيصه للاسف بيبقى مزد بشكل كبير جدا 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 من كتير من الناس. فنحط keep in your mind ان في حاجه اسمها posterior shoulder dislocation. يعني احنا حد بقى بنبقى سمعنا وشفنا الشولدر ديسلوكيشن، فاحنا عيان وقع على كتفه، فنروح نعمل له اشعه نلاقي المنظر اللي انا شايفه ده، مثلا الهيد ما سابتش الجلينويد ولا حاجه، يعني ما خلاص ده مش ديسلوكيتد، ده هو مش ديسلوكيت. وبالتالي بنقوم قايلين للعيان او للمصاب انت عندك تمزق في الاربطه او جزع في الكتف، علق دراعك اسبوع اتنين تلاته. يجي بقى يجيني العيان، يعني اقل واحد جاني مثلا كان بقاله 3 4 اسابيع، في ناس جات لي بقالها شهور، هو معلق دراعه، وبعد ما يجي يفك العليه او يحاول يحرك دراعه مش عارف. هو طبعا طول ما هو معلق دراعه هو ما فيش مشكله، هو مش حاسس بحاجه، لان هو الدكتور او اللي شافه قال له ما تعلقش ما تحركش دراعك، وعلقه اسبوع او اتنين او تلاته لغايه ما يخف. فيجي يحركه بعد كده يلاقيه ما بيتحركش، تبدا تبين المشكله. طبعا ده الصوره اللي حضراتكم شايفينها ده مش نورمال، ده ديسلوكيتد، بس ديسلوكيتد بوستيرير. فايه اللي بيحصل بقى؟ ان انا بلاقي شكل الهيومرال هيد عامله زي حاجه اسمها زي اللايت بالب ساين، عامله شبه اللمبه كده ماشي، مش واخده الشكل الطبيعي بتاع الهيومرال هيد. كمان لو بصينا على الخط ده بتاع الجلينويد كله، ده الانتيريور ليم والبوستيريور ليم، مفيش اي كونتاكت خالص ما بين الهيومرال هيد والجلينويد، يعني مفيش كونتاكت خالص، ودي بيسموها الجلينويد فيكنت جلينويد ساين. فده بس دي يعني زي ما اقول لحضراتكم بيبقى ساعات تشخيصها يعني شويه صعب، وطبعا ده محتاج immediate reduction. وده لو انا جيت اعمل له reduction، وانا بعمل له reduction عملت external rotation زي ما بعمل في الانتيريور، هكسر العظمه دي، هتبقى طبعا مشكله كبيره جدا. طبعا اهوت الصور تاني علشان حضراتكم تبقوا معايا، ده اهي دي اللايت بام ساين، يعني شكلها الهيد مش مخلوعه، بس هي حقيقه هي ديسلوكيتد عشان هي فيها الريد بالب ساين والجلينويد فيكنت ساين. نفس الكلام هنا، هو دي برضو بوستيريور ديسلوكيشن، لان في مفيش اي اوفرلاب بين الجلينويد وبين الهيد، وده اللي هي روتين اي بي فيو. طبعا عارفها روتين ليه؟ عشان الانتيريور الانتيريور ليم والبوستيريور ليم اوف جلينويد ما هماش على وان لاين، لان احنا ساعات لما بنعمل الترو اي بي بتاعت الشولدر ممكن اشوف الجلينويد وان لاين والاقي مفيش اوفرلاب بين الجلينويد وبين الهيومرال هيد. الوضع هنا طبعا مختلف. طبعا صوره ثانيه اهيت برضو، المنظر ده بقى بنشوفه كتير قوي. العيان عمل اشعه زي دي كده وهو حاطط ايده في الترنال روتيشن كده ومعلقها، فيقول له ما عندكش حاجه ده جزع. في الحقيقه دي فيها posterior shoulder dislocation. طبعا ده بيتشخص بقى لو عملت اكس راي اللي هي دي اللي هي اللاترال فيو، ان انا اشوف الجلينويد اهو بالعلامه الحمراء دي، والاقي الهيومرال هيد بدل ما هي تبقى فوق دي لا الاقيها ايه posterior. فده مهم جدا يا جماعه، رجاء ناخد بالنا من posterior شولدر ديسلوكيشن، لان ده لما هيجي في الاول هيبقى علاجه بسيط والريدكشن بتاعه ان شاء الله سهل. لما بتساب بقى بندخل في عمليات، وعلى حسب بقى هو بقاله مده قريبه ولا بقاله كتير، نقدر نعمل له بقى عمليات كده زي الاوبن ريدكشن والماكلوخلين والمضافات ماكلوخلين وحاجات زي كده. النوع الاخير اللي هو الانفيريور شولدر ديسلوكيشن، اللي هو بنسميه احنا اللاكسيتيو اريكتا، وده بيحصل قليل جدا في اقل من 1%. وده لو عيان مثلا بيقع وتعلق في حاجه فحصل ابدكشن جامد قوي، فالهيد بتاعه الهيومرس تنزل تحت الجلينويد، وده قليل شويه ومش بنشوفه كتير. احنا كده خلصنا اهم حاجه واكتر حاجه بنشوفها في الشولدر، وهي الشولدر ديسلوكيشن. اتمنى تكونوا حضراتكم ما زهقتوش يعني، واحنا يعني قربنا نخلص ان شاء الله. الحاله الثانيه او النموذج الثاني اللي انا عايز نتكلم عنه، هو عندي عيان عنده يعني 24 سنه، فوتبول بلاير، ووقع على كتفه اليمين،
وعنده سيفير بين اون ذا توب اوف ذا رايت شولدر. وطبعا كلنا فاكرين الصوره الشهيره دي بتاعت الكابتن محمد صلاح وراموس في نهائي الشامبيونز ليج. ده طبعا هنلاقي ان في ديفورميتي موجوده هنا في التوب اوف ذا شولدر، الكلافيك البارزه شويه، وفي كيموزيس واضح هنا، وهلاقي العيان مش قادر يحرك دراعه بشكل كويس، ومش قادر يرفعه كمان بشكل كويس، لان حصل ديسربشن للاكروميو كلافيكولار جوينت اللي هو ما بين الاكروميون وبين الكلافيكل، حصل انجري هنا، ده الكبسول دي اتقطعت، والليجامنتس الكراكو كلافيكولار ليجامنتس حصل فيهم انجري. وطبعا ده المنظر بتاع العيان، بلاقي الكلافيكل لو قارنتها بالناحيه الثانيه هلاقيها بارزه، وهنا نفس الكلام. وطبعا لما بعمل اكس راي بلاقي مفيش كونتاكت ما بين الكلافيكل وما بين الاكروميون بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا دي الاصابه اللي حصلت زي ما بنقول للكابتن محمد صلاح، وهو انواع كتير يعني. طبعا كان الاول واحد كان اسمه توسي كان قسمهم ثلاثه، وبعد كده جاء ركض سنه 84 قسمهم ست انواع، ودلوقتي في كمان كلاسيفيكيشنز جديده. الخلاصه ان النوع الاول الليجامنت اللي هو الاكروم كلافيكولار ليجامنت ده هو اللي حصل فيه سبرين، بس الكراكو كلافيكولار سليم. الثاني ده اتقطع وده حصل فيه سبرين بس مش مقطوع. الثالث ده اتقطع وده اتقطع، الاكروم كلافيكولار والكراكو كلافيكولار. الرابع اللي هو ده اتقطع وده اتقطع، والكلافيكل راحت ورا الاكروميون بوستيريور بالمنظر ده. الخامس زي ثلاثة بس الكلافيكل طارت في السماء بقى. السادس اللي هو بقى تحت سب كوراكويد، وده يعني فيري رير. طبعا واحد ده واحد اهوت الليجامنت ده اللي حصل فيه انجري وده سليم، ده اتقطع وده سبرين، ده الاثنين اتقطعوا، دول الثلاثة اللي بنشوفهم. ودي الاكس راي ما فيش كونتاكت بين الكلافيكل وبين الاكروميون، وساعات ما تبانش غير لما بعمل حاجه اسمها ستريس فيو. طبعا في حالات اللي بتيجي اكيوت ممكن يعني ايه ما نبقاش تشخيصها سهل، بس اهم حاجه ان انا ادور على ان يكون في ديفورميتي موجوده والكلافيكل بارزه شويه على التوب اوف ذا شولدر، او ان انا الاقي اكموزس في الحته دي، او الاقي سيفير بين وليميتيشن دي الموفمنت في المكان ده. و في الحالات اللي هي بقى نجلكتد شويه ممكن اقدر اعمل الحاجات اللي هي زي دي الكروس بودي ادكشن تيست، ان انا بخلي العيان يعمل فليكشن وانترنال روتيشن وادكشن للشولدر ويبدا يحس ببين عند، لان انا كده بعمل سكويزنج للاكروميون اجينست للكلافيكل فيبدا يحس ببين. وكمان في حاجه اسمها الاكروميو كلافيكولار شير تيست، وده بحط ايديا الاثنين واحده على الكلافيك الواحده على السبانوس سكابولا، بعمل باي مانوال كومبريشن، ولو العين حس ببين يبقى فيه مشكله. طبعا هو قلنا انواع كتيره، واحد واثنين دول غالبا بيتعالجوا كونزيرف بعليقه وايس وانالجيزيا ورينج اوف موشن وسترينثنينج. النوع الثالث ده كونتروفيرس بقى شويه، يعني نعمل عمليه ولا ما نعملش، وده فيه ديبيت كتير جدا. و يعني لو هو هاي كومبيتيشن اثليت يبقى الافضل سيرجري. يمكن احنا كان جريد 2 ده اللي هو كان محمد صلاح، علشان كده تعالج كونزيرف. جريد 4 و5 دول بيحتاجوا عمليات. طبعا الكونزيرف ان انا ممكن اعمل سترابنج للاكروميو كلافيكولار جوينت او استخدم سلينج بالمنظر ده. السيرجري بقى ممكن ان انا اثبت الكلافيكل في الكوراكويد بحاجه اسمها تايت روب، كان عملت ريكونستراكشن للكوراكو كلافيكولار ليجامنت. الحاله الثالثه اللي معانا عندنا عيان 30 سنه فولي بول بلاير، وعنده شولدر بين انكريزد باي بارتيسيبيتنج براكتسينج سيرفيس، وعنده دال ايكينج بين ان رايت شولدر. وده برضو حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير جدا، ان نلاقي في بين وتندرنس على الانترولاترال اسبيكت اوف ذا شولدر، والبين بيزيد مع الشولدر ابدكشن
وخصوصا عند لما يجي العيان يرفع عند حوالي 90 درجة وما بيقدرش يرفع ايده فوق قوي، وده غالبا طبعا اللي هو الامبنجمنت. الامبنجمنت بنشوفه كتير في كل الرياضات اللي هي فيها اوفر هيد سيرفنج، زي العيانين بتوع الباسكت بول والعيانين بتوع الفولي بول والتنس بلايرز وحاجات كتيره جدا بنشوف فيها الكلام ده. وطبعا علشان هو بيعمل ريبيتيتيف اوفر هيد اكتيفيتيز، وان السب اكروميال بيرس اللي احنا قلناها في الاناتومي في الاول والكاف ماسلز بتبقى امبنجد ما بين الاكروميون وما بين الهيومرس، وممكن طبعا يبقى في مشكله في الروتيتور كاف او في البارسا، والتريتمنت غالبا بيكون فيزيكال ثيرابي وميديكيشن. وده هو الشكل اللي احنا بنشوفه، ان دي البارسا السب اكروميال بارسا، والامبنجمنت طبعا ان يحصل مع الاليفيشن يحصل دي صوره بتوضح ان يحصل امباكشن هنا ما بين الجريتر تيبروستي وما بين الاكروميون. وطبعا ده بيتشخص باكزامينيشن شهير اللي هو النير امبنجمنت تيست، ان انا بعمل استابيلايزيشن للسكابولا وابدا ارفع الايد فورورد كده علشان لو العيان حس بين يبقى هو عنده امبنجمنت. ده الايه النير، وده السنسيتيفيتي بتاعته حوالي تقريبا 89%. التيست اللي بعده برضو حاجة اسمها هاوكنز كينيدي تيست، وده يعني برضو بيعمل ابدكشن وفليكشن للشولدر وبعمل انترنال روتيشن. لو العيان او المصاب حس بألم يبقى ده عنده امبنجمنت. التيست اللي بعد كده اللي هو حاجة اسمها الياكوم تيست، ان العيان بيحط ايده المصابة دي على الهاند على الناحية السليمة واخليه يبدا يرفع ايده بنفسه كده من عند الكوع، وبرده لو حس بين يبقى ده عنده امبنجمنت. وفي حاجه اسمها البوستيريور امبنجمنت مش عايزين ندخل قوي فيها. وفي كمان الدياجنوستيك انجكشن، لو انا شاكك ان العيان عنده مشكله في السب اكروميال سبيس ممكن احقن له ليدوكاين في السب اكروميال سبيس وعنده البين. التست اللي انا عملته من شويه كان في بين، ارجع اعيده بعد شويه الاقي ان البين ده راح، يبقى غالبا الباثولوجي او المشكله موجوده في السب اكروميال سبيس. والامبنجمنت ده عندنا ثلاثه ستيجز، اللي هو اول ستيج بيبقى فيها التهاب او ريفرسبل اديما، لما بتساب شويه بيبدا يحصل فايبروزس في الروتيتور كاف، وبعد كده لو اتساب بيبدا يحصل روتيتور كاف تير لو ما اتعالجش مظبوط. في الستيج الاولانيه اللي هو بقى طبعا العيان عنده الالم بيبقى ضل ايكنج، يعني الم رخم كده رزل، وبيبقى غالبا مع الاكتيفيتي وفي تندرنس على الحته بتاعه السوبراسباينيتس، والامبنجمنت ساينز بتبقى بوزيتيف. طبعا في انواع كتيره من الامبنجمنت مش هدوش حضراتكم بيها، يعني ده الاشهر بتاعنا اللي هو الانتروسوبير امبنجمنت. في حاجه اسمها بوسترو سوبيرير، وفي حاجه اسمها انترو انترنال امبنجمنت. وده الصوره بتاعه العيان لما بنعمل له ام ار اي، بنلاقي هنا سب اكروميال، ده الاكروميون وده البرسه هي لونها مبيض كده، ده معناه في سب اكروميال سب دلتويد برسايتس. والستيج دي بندي نون سترويدال وبنريحه شويه يعني لو هو يعني لاعب مثلا باسكت فولي اي حاجه من الحاجات دي بنريحه شويه مع شويه فيزيكال ثيرابي، غالبا بيتحسن within days وبيقدر يرجع لممارسه اللعبه بشكل طبيعي. لو هو بقى وصل لل طبعا ستيج 2 الموضوع بيختلف شويه، بدا يحصل فايبروزس، ده لا ممكن ندي سب اكروميال انجكشن، بس ده مش مستحب قوي كتير ان احنا ندي سترويدز، لان لقوا ان لما بيدوا سترويدز كتير بيحصل فراينج في السوبراسباينيتس تندون وممكن لا قدر الله يتقطع. وده لو ما استجابش للكونزرفاتيف بنبدا ندخل على السيرجيكال تريتمنت بالاكروميوبلاستي، وده نتائجه كويسه جدا، ممكن يتعمل open وممكن يتعمل طبعا arthroscopic، وطبعا دلوقتي غالبا كله بيتعمل arthroscopic. يعني ده الاكروميون اهوت،
في حته بارزه كده هي ضاغطه على التندون بتاع السوبرا سباينيتس، فاحنا بندخل بالمنظار بمنتهى البساطه جدا الحته البارزه دي من الاكروميون اللي ضاغطه على السوبرا سباينيتس او روتيتور كاف، بنبدا نعمل لها نشيلها بالمنظار زي ما احنا شايفين دي الحته البارزه، وبنبدا نعمل لها هي دي السبير، ونقدر نشيله بحيث ان انا اقدر اوسع السب اكروميال سبيس وما يحصلش مور بروجريشن للحاله والتندون ما يتقطعش زي ما احنا شايفين هنا اهو السبيس كان ضيق وبعد ما خلصت السبيس بقى اوسع بكتير. طب الحاله اللي بعد كده اللي هو بقى لو انا ما عالجتش العيان بتاع الامبنجمنت صح، او عيان زي ده او لاعب زي ده اتعرض لتروما، يعني ده حد عنده 40 سنه باور ليفتر والبار كان هيقع منه فشاله بايده فحس بالم شديد جدا في الشولدر، وبعدها طبعا في سيفير ويكنس وما عادش قادر يرفع ايده لفوق، وحتى كمان الالم في الناس دول ما بيبقاش بس مع الاكتيفيتي ده كمان ما بيبقاش عارف ينام بالليل لانه عنده الم شديد. ده اللي هو الستيج اللي بعد كده اللي هي الروتيتور كافتير، وغالبا بيحصل في السوبرا سباينيتس ماسل، وممكن يبقى اكيوت تروما زي النموذج اللي احنا شفناه، او حاله بقى كرونيك كان فيها التهاب وكده ومتكرر وبدا يتساب وبالتالي بدا يحصل تير في الروتيتور كاف. طبعا التريتمنت بيعتمد على حاجتين، يعني على الايدج وعلى الاكتيفيتي، يعني الناس اللي هم اليانج والاكتيف الرياضيين بتوعنا ده غالبا بيحتاج اوبريتيف تريتمنت، الناس الاولد ايدج شويه والاكتيفيتي بتاعته قليله ممكن يتعالج كونزرفاتيف بفيزيكال ثيرابي وايس واكتيفيتي موديفيكيشن. وطبعا الروتيتور كاف تير او القطع او طار العضله المدوره زي ما بنقوله بالعربي له تقسيمات كتيره جدا، هل هو قطع جزئي ولا قطع كامل partial thickness او full thickness، والقطع الجزئي ده ممكن يبقى من ناحيه البرسا او من ناحيه الارتيكولار سيرفيس او في النص، والفول thickness ده ممكن يبقى بالطول ممكن يبقى بالعرض وممكن يبقى صغير لو هو اقل من سنتي او ميديوم من 1 ل 3 سنتي او لارج لو من 3 ل 5 او ماسك تير لو هو اكتر من 5 سنتي. ودي بعض اشكال الروتيتور كاف، ممكن يبقى شكل الكريسنت كده او يبقى شكل ال شيب زي ما احنا شايفين هنا او ريفرسد ال او ممكن يبقى يو شيب، واشكال كتيره جدا بنشوفها من الايه الروتيتور كاف تير. وطبعا الاثيولوجي قلنا غالبا احنا بنتكلم النهارده على الحالات اللي هي التروما اكتر منها الحالات الديجنريشن، والدياجنوز بتاعه بيبقى العين عنده بين ويكنس وفي كريبيتيشنز ودروب تيست. وطبعا ده من واحد من التيست الشهيره جدا ان احنا بنعمل نبدا نفحص السوبرا سباينيتس، ان العيان عامل ابدكشن في السكابولار بلين كده رافع ايده وبخليه قاوم ايدي ما نزلهاش لتحت، ده زي ما احنا شايفين على الليفت سايد كده بدات ايده تنزل، وده معناه ان هو عنده سوبرا سباينيتس تير، وده اللي احنا بنسميه الجوب تيست. عندنا كمان حاجه اسمها الفول امتي كان تيست اللي هو العيان في الوضع ده يقدر يرفع، في الوضع ده لما يقلب ايده كده ما يقدرش يرفع ايده، وده يبقى معناه برضو ان هو عنده مشكله في السوبرا سباينيتس. كمان عندنا بعد كده الانفرا سباينيتس اللي احنا قلنا عليها من البدايه ان هي اصلا كانت بتعمل ايه بقى، الانفرا سباينيتس بتعمل اكسترنال روتيشن، فانا هخلي العيان ايده جنب كوعه زي ما احنا شايفين في الصوره ويبدا يعمل اكسترنال روتيشن يلف ايده لبره اجينست ريزيستنس، وانا احس الباور بتاع المصل وكمان ابص على الجزء بتاع الانفراسبينيتس من ورا واشوف لو في ويستنج او في ويكنس او اي حاجه من هذا القبيل. كمان من المسلز المهمه ان احنا نفحصها هي السبسكابولاريس، وده طبعا لها تيست شهير اللي هو الجيربر ليفت اوف تيست، وفي اكتر من حاجه حقيقي اللي هو بخلي عيني يجيب ايد ورا ظهره بالشكل ده ويزق على ايدي، لو ما قدرش يبعد ايده عن الترنك وما قدرش يزق على ايدي يبقى ده عنده مشكله في السب سكابولاريز، وفي طبعا تيست مهم جدا للسب سكابولاريز
زملائي كلهم يعرفوه اللي هو البير هاك تيست ده برضو علشان الاكزامينيشن بتاع السبسكابولاريز. طبعا العيان اللي انا شكيت او المصاب اللي انا شكيت ان عنده روتيتور كاف اعمل له ام ار اي ده جولد ستاندرد، هلاقي بدل ما التندون هو بتاع السوبراس باينيتس هو سليم ومكمل هلاقيه هنا جاي وفيه انتربشن، فيه حته بيضة، يبقى ده معناه ان فيه روتيتور كاف تير. طبعا العلاج بتاع روتيتور كاف قلنا يعني لو هو يعني احيانا نون اوبرتيف في الاولد ايج اللو ديماندنج، واوبرتيف بقى بنعمل اكروميوبلاستي وروتيتور كاف تير. طبعا دي من اكتر العمليات اللي احنا كجراحين عظام بنشتغلها، ان عيان عنده روتيتور كاف تير بندخل كده بالمنظار ونعمل اكروميو بلاستي الاول اهوت، وندخل والجزء البروميننت من الاكروميون بنشيله بالمنظر ده، بحيث ان انا الاول اعمل دي كومبريشن واوسع السبيس، وبعد كده ابدا ابص على الروتيتور كاف، وده الجزء اللي هو مقطوع في الروتيتور كاف نبدا نعمل له ريفرشمنت كده، وبندخل بعد كده نحط حاجه اسمها الانكور اللي حضراتكم شايفين هو ده اللي هو الخطاف، وده عباره عن حاجه بتحط في العظم كده، ممكن تبقى ميتال ممكن تبقى حاجه بايو ابزوربل ايا كان، والسوتشر في حاجات كتير جدا، وفي خيط، والخيط اعديه في الايدج بتاعه الروتيتور كاف، وابدا اعمل النوت بتاعتي بدون ما ادخل حضراتكم في تفاصيل كتير سيرجيكال. المهم ان انا اخيط الايه الروتيتور كاف. الحاله اللي احنا لسه معانا كمان حاله واحده بعد دي، اللي هو لو انا عندي عيان 30 سنه تنس بلاير وعنده سيفير بين انتيرير شولدر بين افتر سيرفينج، ومش قادر كان هاردلي ليفت رايت ارم ديو تو بين، يعني الدايجنوزس بقى، ودي الحاله برضو اللي بنشوفها كتير كمان اللي هو الباي سيبس انجريز، وهلاقي البين في الحاله دي موجود على الانتيرير اسبكت اوف ذا شولدر في الجزء اللي هنا ده، وفي بين وتندرنس على البايسيبيتال جروف، وده البين بتاعه بيبقى اكتر مع الليفتنج والكارينج. طبعا المشاكل بتاعه البايسبس في التندونايتس وفي السلاب ليجن وفيه الانستابيليتي، ودول بيتشخصوا بحاجه اسمها سبيد واليرجسون تيست والام ار اي كمان. طبعا البايسبس تندونايتس ده ريبيتيتيف اوفر هيد اكتيفيتي زي الجماعه بتوع التنس دول كل شويه بيلعب سيرف، والناس اللي بتشيل كتير، وده طبعا ممكن يلخبطنا شويه اذا كان في مشكله في البايسبس او في الروتيتور كاف او الامبنجمنت. وطبعا احيانا عشان افرق ممكن احقن في البايسيبيتال جروف. طبعا ده السبيد تيست وده اليرجسون تيست. السبيد تيست بخلي العيان يرفع ايده اجينست ريزيستنس في سوباينيشن، ولو في بين يبقى ده عنده مشكله في البايسبس. كمان عندي هنا اليرجسون ده ان انا بخليه يعمل البو فليكشن ويعمل سوباينيشن للفور ارم اجينست ريزيستنس، ولو حس بين في الجزء بتاع البايسبس يبقى عنده بايسبس انجري. ده طبعا صوره هي بتبين لي السلاب. سلاب يعني ايه سلاب؟ سوبيريور ليبرال انترو بوستيريور ليجن، يعني سوبيريور ليبرم الجزء اللي هو فوق من الليبرم، الليبرم ده طبعا قلنا حاجه 360 درجه حوالين الجلنويد، فالجزء اللي فوق ده اللي ماسك فيه البايسبس تندون لونج هيد اوف ذا بايسبس، لو حصل فيه مشكله يبقى سوبيريور ليبرم انترو بوستيريور، لانه ممكن يبقى الليجن من انتيرور او البوستيريور او مع بعضها زي ما احنا شايفين في الصوره دي. ده الجلينويد اهوت، وده الليبرم سوبيريور ليبرم، ودي البايسبس، والسوبيريور ليبرم المفروض ان هو مكانه هنا سايب في تير هنا. وطبعا ده انواع كتيره جدا وكلاسيفيكيشنز كتيره جدا مش هدوش حضراتكم بيها، وعلاجه غالبا بيكون يعني حاجات غالبا بتحتاج ارثروسكوبيك مانجمنت سواء بقى ديبرايدمنت او ريبير على حسب التايب بتاع الليجن. اخر حاله معانا النهارده علشان ده ما يعني حضراتكم ما تزهقوش مني، دي فيميل عندها 20 سنه وقعت من على العجله بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، وما عادتش قادره تحرك دراعها، وعندها ديسفيجرمنت
وسويلنج موجود على الليفت سايد اوف ذا روت اوف ذا نيك. دي برضو من الحاجات اللي بنشوفها كتير او في الشولدر انجرز اللي هي فراكشر كلافيكل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا مهم جدا ان انا ابص على حاجه زي كده بلاقي بقى طبعا ديسفيجرمنت واضح هنا الكلافيكل واضحه جدا ان هي فيها مشكله. ده بقى ما فيش داعي ان انا اقعد اعمل دبل انسبكشن يتشخص، ما فيش داعي ان انا اعمل بالبيشن واقعد اشوف في بين هنا ولا ما فيش. مهم جدا في الحالات دي ان انا اعمل نيورو فاسكولار اكزامينشن زي ما قلنا في الاول، ايدي على الديستال بالس عشان احنا ماشي في الحته ديت هنا اعصاب وشرايين كتير ماشيه تحت الكلافيكل سب كليفيان ارتري وفين، وعندنا البريكيال بليكسس كله ماشي تحت الكلافيكل. طبعا الكلافيكل بيحصل دايما من حاجه اسمها فوش اللي هي فولينج اون اوت ستريتشد هاند، يعني عيان وقع على ايده، ده كتير بنشوفه وبيجي بقى ببين وديسفيجرمنت وبيتشخص عادي جدا بالانسبكشن والبلين اكس راي كافيه جدا، وحالات كتير بنقدر نعالجها كونزرفاتيف وحالات قليله بتحتاج سيرجيكال انترفينشن. طبعا الكلافيكل زي ما احنا عارفين اهيت لو ده الاسترنو كلافيكولار جوينت هنا ده الميديال اند وده اللاترال اند هي اس شيبت، بنقسمها ثلاث انواع، يا اما الكسر في الميدل ثيرد وده بيمثل 80%، يا اما الكسر في اللاترال ثيرد وده بيمثل 15%، يا اما التايب الثالث بقى اللي هو الميديال ثيرد وده بيمثل 5%. الكونزرفاتيف طبعا بيبقى عباره بس عن ارم سلينج علقه او فيجر اوف 8 باندج زي ما احنا شايفين كده، ده حالات كتير جدا وخصوصا في الاطفال بيتعالجوا بالطريقه دي وغالبا بيلحموا بشكل كويس. انما الناس بقى اللي هم يعني عندهم ديسبليسمنت في الكلافيكل وهو عيان يونج واكتيف اثليت، لقوا ان في دلوقتي ايفيدنس بيقول يمكن احنا كان زمان الكلافيكل يقول لك يا عم عين عنده فراكشر كلافيكل على الاهال وهتلحم على اي وضع هيبقى الوضع مقبول. طبعا هي هتلحم ماشي، بس لو احنا ما رجعناش ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الكلافيكل دي ليها شكل معين لها اس شيب، الكونفيجوريشن بتاعها ده مهم جدا للشولدر فانكشن، لو هي ما رجعتش بالشكل المطلوب للنورمال كونتور بتاعها هتعمل لي حاجه بعد كده اسمها ديسكايديزيس، هتعمل لخبطه في حركه الشولدر كومبلكس كله. فلو عيان اكتيف ويانج اثليت وعنده ديسبليس ديفراكشر كلافيكل يبقى القرار السليم هو الايه الاوبريتيف انترفينشن وتثبيت الكلافيكل ب بليت اند سكروز او وات ايفر الايه التكنيك اللي انا هستخدمه. وطبعا انا عندي انديكيشنز كتيره اعمل فيها اوبن اعمل فيها سيرجيكال تريتمنت للكلافيكل زي الاوبن فراكشر او لو معاه نيوروفاسكولار انجري او لو هي وايد ديسبليسد او بولي تروما، وفي حاجه اسمها الفلوتنج شولدر او لو هي شكلها كوزموتيكالي مش كويسه، ودي حاله زي دي كده مثلا اهوت الكلافيكل بعيد عن بعضها بنثبتها بشريحه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا في كومبليكيشنز للكلافيكولار فراكشرز اشهرهم طبعا نان يونيون والمان يونيون والنيوروفاسكولار كومبليكيشنز والارثرايتس. حاجه اخيره عايز اقولها ان مش كل عيان بيشتكي بالم في كتفه بالضروره ان هو يكون عنده مشكله في الكتف، احيانا في بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الجول بلادر او عندهم بيبتيك ألسر او عندهم حاجه سيرفايكل او عندهم حاجه كاردياك او عندهم بالمونري زي البانكوس تيومر والحاجات دي احيانا ييجوا يشتكوا بالم في الكتف وخصوصا في التوب اوف ذا شولدر، فده طبعا بنقدر نشخصه بالاكزامينيشن المظبوط والسيمتومز والساينز بتاعه الكونديشن بتاعتهم. في الاخر يعني تو كونكلود اند تيك هوم مسج، بنقول ان الشولدر سبورتس انجريز ار فيري كومن، واهم حاجه ان انا ابقى عارف الاناتومي كويس جدا علشان اقدر اوصل للباثو اناتوميك دايجنوزيس، والهيستوري في غايه الاهميه لان الهيستوري ده هو اللي هيوجهني في الاتجاه السليم والصحيح. وطبعا الاكزامينيشن تبقى تيلورد بقى اكوردنج للبروفيشنال دايجنوز اللي انا حطيته في دماغي من الهيستوري، فالفيزيكال اكزامينيشن
مع السبيسيفيك تيست ده بيؤكد الدياجنوزس او بينفيه. وطبعا الاكس راي مانداتوري يا جماعه، ما فيش حد ناس كتير بتطلب ام ار اي من غير ما يكون حتى عمل اكس راي. اكس راي مهمه جدا عشان ممكن يبقى فيه ديسلوكيشن، يبقى فيه فراكشر، الحاجات دي مش هتبان كويس في الام ار اي. وطبعا الام ار اي ده الجولد ستاندرد لكل السوفت تيشو والليجامنتس اللي حوالين الشولدر. وطبعا دلوقتي بقى فيه جريت ادفانسمنت في التريتمنت موداليتيز والارثروسكوبيك سيرجريز بتاعه الشولدر. تقريبا كل حاجه دلوقتي في الشولدر بنقدر نعملها بمينيمالي انفيزيف بروسيدجرز وبالارثروسكوبي، والبيشنت يقدر او اللاعب ده يقدر يرجع لممارسه الرياضه بتاعته بشكل سريع جدا، لان انا ما عنديش ميجور سيرجري. بس المهم ان انا اشخص من البدايه بدري واشخص صح وامشي بروتوكول فور تريتمنت مظبوط وما اسيبش الاصابه لما تكبر. واخر حاجه عايز اقولها، طب انا امتى اسمح له ان هو يرجع يلعب؟ لو لازم يبقى 100% الاسترانث بتاعه رجع، بتاع الشولدر بتاعه، وما يكونش عنده اي الم. ومهم جدا ان انا السكيل بيرفورمانس تيست must be taken to determine the athlete's ability to return to play. ومهم جدا الايموشنال readiness to return to the chosen activity. ولو هو ما وصلتش لدرجه مرضيه من ان هو رجع لكفاءته كامله، ممكن يبقى في موديفيكيشنز ان انا هلعبه حاجه تانية او هوجهه توجيه اخر، انما ما ينزلش الملعب تاني من غير ما يكون كومبليتلي نورمال. في النهايه انا بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، وارجو ان انا ما اكونش اطلت على حضراتكم. وزي ما قلت في البدايه ان الشولدر انجرز موضوع كبير جدا، وكل واحد من اللي احنا اتكلمنا فيه ده عايز محاضرات لوحده. ان شاء الله في مرات قادمه نقدر نتكلم عن بعض الحاجات دي بشيء من التفصيل. حاولت ان انا الم لكم اكبر قدر ممكن، وربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه الفايده لحضراتكم، وألقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.